بالحيل وهكذا وعلى بركة الله. أيها المتابعون الكرام في كل مكان، نحييكم بالسلام ونرافقكم أيها الكرام في منافسة ومناسبة تجمعنا بأرقى رياضة على وجه البسيطة، هكذا أراها وهكذا يراها أكثركم متابعين الأعزاء. قبل ثوان معدودة شدت الرحال وجهزت هذه المقاتلات الأصيلة التي حلقت في هذه الطلعة الجوية الميدانية في الشوط الأول، شوط اسمه يهز الأبدان لما يحوي ويحتوي على أسماء قوية تنطلق في هذا التحدي المثير. هذا هو الشوط الأول وهذه الشعارات التي جاءت لتنطلق وتحلق هنا في أرضية هذا الميدان. إذن هنا قرابة 23 اسما تنطلق في هذا الملتقى وفي هذه المواجهة المميزة. مباشرة إلى مقدمة الشوط ومع المركز الأول، الدوحة تحتل المركز الأول لهجن الشيحانية، حيث تغير مشاهدين الكرام اسم المالك من سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني إلى هجن الشيحانية. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي، كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه، وكل قد دناهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة وكل الحسن فيه، كل الحسن فيها، كل الجمال في منصورة وفي التماس من جاءت في المركز الثاني. المركز الثالث كان من نصيب الشيحانية، أيضا لهجن الشيحانية. المركز الرابع جاءت فيه الدوحة، أيضا لهجن الشيحانية. والمركز الخامس أيضا لهجن الشيحانية، ولكن يجب أن نذكر اسم الفائزة بالمركز الخامس وهي حاملة الرقم 2 الدوحة. إذن مشاهدين الكرام، هكذا انتصرت منصورة وكان نصرها مؤزرا من خلال فوزها ومساندة أربعة أسماء من هجن الشيحانية تنتزع الناموس. توقيتها الزمني 9:29 98 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية وإلى المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني جاءت فيه التماس وتوقيتها 9:32 72 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية وإلى المضمر سلطان أو سالم بن فاران المري. المركز الثالث جاءت فيه الشيحانية وتوقيتها 9:33 38 جزء من الثانية. تهانينا هجن الشيحانية بمناسبة فوز الشيحانية بالمركز الثالث وإلى المضمر سالم بن فاران المري. بسم الله الرحمن